النهارده نتوقف عند ميناء الاسكندريه وتصريحات مهمه خاصه بالسلع والافراج عنها. هنروح للاستاذ الدكتور شحات الغتوري رئيس مصلحه الجمارك المصريه. اهلا بيك يا دكتور منور. اهلا بيك احسن بيك. يعني طبعا النهارده كان يوم حافل في الموانئ والجمارك ووجود الدكتور مصطفى مدبولي. لو حضرتك تضعنا في الصوره وتقول لنا عدد البضائع اللي تم الافراج عنها قد ايه او كميات البضائع اللي تم الافراج عنها قد ايه النهارده وفي اي مجالات؟ النهارده حضر دولة رئيس وزراء دكتور مصطفى مدبولي والوزراء بعض الوزراء وزير النقل وزير الزراعه وزير التموين وانا كنت حاضر كل الساده المختصين وكان خارج النهارده عده شاحنات من اسكندريه من كل مواني مصر بس كان اللايف معمول من اسكندريه السخنه دمياط اسكندريه دمياط السخنه الدخيله اسكندريه كان خارج منها النهارده ب 75 مليون دولار بضايع المواني الاخرى مع اسكندريه بيكملوا حوالي 104 مليون النهارده بضايع خارجه 104 مليون دولار كانت السلع كلها مستلزمات انتاج او اغلبها مستلزمات انتاج وسلع غذائيه لحوم اسماك زبده ادويه ومستلزمات طبيه ادويه سكر وحاجات خاصه بمرشحات الكلى لان الدكتور مصطفى مدبولي زي ما كان بيقول كده في المؤتمر الصحفي هو تعليماته وتعليمات الدكتور وزير الماليه دكتور محمد معيط اولويه اولى وقصوى للسلع الاستراتيجيه الاساسيه للسلع الغذائيه في كل انواعها والخامات اللازمه لتصنيعها زيوت واعلاف ايضا يعتبر يعني النهارده تم الافراج عن اعلاف ومستلزمات انتاج طبعا اعلاف واغذيه منها السكر السكر يمكن هو اذاع النهارده ان هو مستهدفين نستورد مليون طن الدوله تستورد مليون طن هتبدا ب 300 الف طن في المرحله القريبه ان شاء الله الدوله هتستورد مليون طن منهم 300 الف طن في المرحله القريبه لكن ما دخلتش لسه الموانئ لا لسه انما هو موجود سكر في البلد طبعا موجود ان كان في يعني اكتناز له ولا حاجه انما هو الحكومه قصدها ان اللي بيكتنز ده خليه بقى شوف هيعمل فيه ايه هيغرق السوق بالسكر عشان اللي عنده حاجه يطلعها اما يخسرها ويشوف هيعمل الحاجه الثانيه ان زي ما حضرتك قلت كده ان بقى في انفراج ان شاء الله في العمله الاجنبيه من خلال البنك المركزي بقى عنده سيوله افضل من الاول عنده تعليمات وتوجيهات ان هو يدبر عمله لكل السلع خاصه السلع الاساسيه والاستراتيجيه من مستلزمات ومستلزمات الانتاج والادويه اولويه اولى وبالتالي احنا بنتمكن كجمارك من الافراج في اسرع وقت ممكن واحنا شغالين على مدار الساعه في الافراج في اي وقت حتى لو ابتدى الامر ان احنا ننزل في القيادات بننزل في القيادات او نستمر فترات مسائيه بنستمر في فترات مسائيه. طب يعني من المنتظر ان نقدر نخلص كل الكميات اللي في الموانئ امتى؟ يعني لو في حجم كميات او في تقدير ممكن تقوله لنا حضرتك بص استاذ حسام هي الكميات ما تخلصش ليه؟ لان انت عندك كل يوم بضائع بيفرج عنها وكل يوم بضائع وارد من الخارج بتيجي انما دلوقتي انا افرجنا من اول يوم الحد احنا بنتكلم عن المتراكم مش الجديد يعني لا انا بتكلم الحد الماضي ده لحد النهارده تقريبا 900 مليون دولار 900 وشويه يعني تقريبا مليار دولار بضائع تم الافراج عنها من الحد اللي فات يعني حضرتك بتقول لنا انه بالحد اللي فات تم الافراج عن بضائع بقيمه مليار دولار ما يقارب مليار دولار 900 وحاجه ففي معدل افراج اسرع من الاول باعتبار ان تدبير العمله بقى اسهل من ذي قبل طيب احنا بنسال اسئله دي برضه عشان الناس تطمن وتعرف ايه المتبقي وكده طيب فيما يتعلق كمان بحضرتك قلت لي الادويه فهل تم الافراج عن شغلات من الادويه النهارده؟ في ادويه تم الافراج عليها النهارده وفي ادويه جاهزه تحت الكشف تم الافراج عليها السبت او الاحد القادم ان شاء الله وفي ادويه ايه معلش عفوا؟ في ادويه تحت الكشف كانت بتتكشف النهارده عشان تتامن ويتم انهاء اجراءات الافراج بتاعتها على يوم الاحد القادم ان شاء الله. طب كده نفهم انه الفترة القادمة ان شاء الله مش هيبقى فيه مشكلة كبيرة في دخول البضائع كما فهمنا يعني. ان شاء الله. لانه في متوفر بالدولار ولا ايه راي حضرتك انت؟ طبعا. بما انك بتشتغل على الارض يعني. على الارض مش هيكون في مشكلة ان شاء الله لان بقى متوفر لان كان بيعطلنا شوية كان تدبير العمر.
نعم. لان طبعا المصدر الاجنبي اللي بره ما بيسمحش ان المستورد المصري ياخد اذن تسليم الا لما ياخد فلوس او يضمن فلوس. مفهوم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عفوا دكتور الشحات الغتوري، رئيس مصلحه الجمارك المصريه.